لم تتبقى سوى بضعة أشهر من أجل التوصل إلى أهداف الألفية. بالنسبة لرئيس منظمة يونيتايد، هو سباق ضد عقارب الساعة، لا سيما وهو على رأس منظمة تعد في طليعة المنظمات بالنسبة للتمويل المبتكر بخصوص ما يتعلق بمكافحة الملاريا والسل والإيدز. فيليب دوست بلازي وزير سابق في الحكومة الفرنسية ورئيس منظمة يونيتايد، حيث يعمل من دون توقف، هو ضيف اليوم في برنامج جلوبال كونفرسيشن. شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. شكرا على الدعوة. سأتطرق للإيدز الذي يعتبر القضاء عليه من بين أهداف هذه الألفية، شيء غريب لأننا لا نتحدث كثيرا عن هذا المرض. لماذا؟ الإيدز مرض الفقر، وإذا سمحتم سأشرح لكم ما نقوم به. نحن نريد القضاء على الفقر الذي هو في ارتفاع من يوم لآخر في العالم حاليا، لكن ماذا يجب أن نفعل لمساعدة الأكثر فقرا وبأي أموال؟ لا سيما وأن بعض البلدان التي يقال عنها إنها غنية هي في طريق الإفلاس. كيف لنا أن نطلب من برلماني يوناني أو إيطالي أو إسباني أو فرنسي أو أمريكي أن يعطينا المزيد من الأموال؟ لذلك قمنا باقتراح فكرة صغيرة تسمى بالتمويل المبتكر، وهي أن نأخذ مساهمة صغيرة وهي يورو واحد عن كل تذكرة سفر مثلا، ونمنحه إلى منظمة تسمى يونيت أيد. أريد أن أطرح سؤالا، إذا حتى وإن كانت المساهمة صغيرة إلا أن بعض الدول تحجب عن ذلك، لماذا؟ لا أفهم ذلك. هناك 194 بلدا حيث أدخلنا لهم هذا النظام الصغير، ضريبة يورو واحد عن كل تذكرة سفر، وعن طريقها تمكنا من جمع ملياري دولار، وتمكنا من علاج 8 أطفال من أصل 10 مصابين بمرض الإيدز في العالم. سنتحدث عن التمويل المبتكر، لكن أريد العودة إلى مسألة الإيدز، لأنه في عام 2013 قال الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، وهو أيضا مؤسس يونيتايد، أنه بفضل منظمتنا بإمكاننا القضاء على الإيدز. هل تعتقدون فعلا أن ذلك ممكنا؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، متى ذلك؟ ذلك ممكن، لكن يلزمنا أموال من أجل ذلك. فكل مرة نساعد فيها الأكثر فقرا، هناك الكثيرون يقولون إن الأمر وكأننا نسقي الصحراء أو نسكب في الماء في الرمل، لكن هذا غير صحيح. انظروا إلى مرض الحصبة، فبفضل اللقاح ضد الحصبة توصلنا إلى تخفيض نسبة الوفيات بنسبة 98%، ونستطيع فعل الشيء نفسه بالنسبة للإيدز. فلنأخذ مثلا، هناك حوالي 3 ملايين طفل مصاب بالإيدز حول العالم، وحول ولا 700,000 طفل فقط يعالجون، ولذلك لكون البقية هم الأكثر فقرا ولا نهتم بهم، وهم الأطفال الذين يملكون كل شيء من أجل أن يكونوا أكثر تعاسة. هم يولدون بمرض الإيدز، واحتمالات وفاتهم قبل بلوغهم العام الثاني بعد الولادة تقارب 50%. سيكونون يتامى، كما أنهم سيعيشون تحت ضغط عنصري لكونهم يحملون المرض، كما أن بلدهم ستتخلى عنهم. هؤلاء الأطفال نحن نريد مساعدتهم بفضل منظمة يونيت أيد. بفضل منظمة الرئيس كلينتون استطعنا علاج حوالي 700,000 طفل، لكن يتبقى لنا 2,300,000 طفل يحتاجون إلى العلاج، وهذا غير مقبول، وهو بمثابة عار للإنسانية التي لا تجد أموالا لهذا. لماذا هذه الأمراض الثلاثة؟ سؤال حير المستخدمين. وتلقين هذا السؤال من طرف عباس أميزو الذي يسأل عن دور منظمة الأمم المتحدة في القضاء على مرض إيبولا، وهو مرض قاتل. منظمة يونيت أيد منظمة تحاول أن تثبت أنه بفضل تمويلات صغيرة لكنها مضاعفة بالملايين بإمكاننا أن نغير الأمور، لكن يجب فقط أن نحسن الاختيار. في البداية اخترنا هدف الألفية 6، الإيدز والسل والملاريا. كان بإمكاننا اختيار أمراض أخرى، لكننا أثبتنا أنه بإمكاننا تغيير العالم إذا وجدنا تمويلات صغيرة كهذه. لكن العمل كبير من أجل إقناع القادة السياسيين، لماذا لا يقبلون؟ أعتقد أن الأمر يتعلق وللأسف بقادة الدول والسياسيين الذين كنت منهم لفترة طويلة، لذلك لن أعطي الدروس. أعتقد أنهم محليون أكثر، فهم يهتمون بالمحليات بشكل عام، نحن نهتم فقط بالانتخابات المحلية. فعندما نكون عمدة لمدينة ما لن نكون لأخرى، وعندما تكون رئيسا لدولة ما لن تكون لأخرى. نحن لا ندرك أن العولمة تتطلب منا أن نهتم، وإذا كنا نريد أن يعيش أطفالنا وأحفادنا مستقبلا في سلام، لأن الأمر
يتعلق حاليا بحروب سلام، فيجب أن نهتم بالحقوق الأساسية للحياة، نهتم بكرامة الإنسان في الأماكن الأكثر فقرا، والطريق الوحيد هي التمويل المساغر كهذا. لقد تحدثتم عن ضريبة المعاملة المالية في أوروبا، هي في طريقها لأن تقلص. هل لديكم مخاوف من أنكم لن تستطيعوا جمع الأموال التي تأملون في جمعها من وراء ذلك؟ حسنا، منذ حوالي 10 أعوام كانت معركتنا تتمثل في فرض ضريبة على المعاملات المالية، والكل كان يقول لنا إنها لن تنجح، لكن ومنذ 3 أعوام أصبحت الكثير من الدول ترى على أنها فكرة جيدة، لكنني فهمت لماذا، لأننا كنا نعتقد أن مداخل الضريبة ستكون للفقراء، لكن لا، الدول الآن أصبحت تقول إن مداخل ضريبة المعاملات المالية يجب أن تبقى لنا لكي نجد المال الكافي. لذلك قلت لرؤساء الدول: حسنا، نحن في فترة صعبة وهي فترة أزمة، خذوا هذه الأموال لكن امنحوا فقط حوالي 20% إلى 25% منها للدول الفقيرة، فألمانيا والنمسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان قبلوا بوضع ضريبة، أما فرنسا ففرضت ذلك سابقا. وستصلون إلى أي نسبة؟ الرئيس الفرنسي قبل بأن تمنح نسبة 15% من مداخيل ضريبة المعاملات المالية للبلدان الفقيرة. وكم قيمة هذه النسبة؟ حاليا هي قليلة، حوالي 160 مليون يورو، لكن العالم لن يكون مستقرا إذا تركنا أشخاصا يعيشون بيورو واحد يوميا. انظروا أين تتواجد القاعدة حاليا، إنها تتواجد في المناطق الأكثر فقرا وحيث نجد البؤس والفقر. فمثلا عندما يكون عمري 17 عاما وأرى أخي أو أبي أو أمي يموتون لأن نصف دولار ينقصهم، نصف دولار لإنقاذهم أو علاجهم من الملاريا، فعلاج طفل أو إنقاذه بنصف دولار فقط. فإذا كان هؤلاء يعتمدون على الأنترنت والتي ستصل يوما إلى هناك في الصحراء، في حين أن أي شخص هنا باستطاعته أن يدفع 40 يورو من أجل وجبة عادية وأخي يموت لأنه ينقصه نصف دولار، فلا محلة سأتطرف ضد الغرب. تلقينا هذا السؤال من طرف مجموعة أطلقت على نفسها اسم روبن هود، وهي مجموعة تهتم بكل ما تعلق بضريبة المعاملات المالية. المجموعة تسأل عن كيفية التحقق من أن تلك الأموال تقدم فعلا لأصحابها. نعم، وهو عملنا، وهذا ما أشرحه لمختلف زعماء العالم. يجب أن نفصل هنا: ضريبة المعاملات المالية حوالي 15% إلى 20% أو 25% تذهب إلى البلدان الفقيرة، ويجب أن نكافح من أجل ذلك. وبعدها أقترح أن يتم تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول إلى الصحة العالمية من خلال المنظمات كيونت أيد أو الصندوق الدولي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، أو النصف الآخر يخصص للبيئة. تتحصلون أيضا على ضريبة جنوب جنوب، وهي ضريبة رمزية على براميل البترول، هي تؤخذ مباشرة من بعض الدول الإفريقية. أين أنتم الآن؟ هذه محادثات بدأتها مع زعماء بعض الدول. هل لك أن تقول لنا منهم؟ من المبكر الحديث عن ذلك، لكن سأقول لكم: أولا، في الواقع إن بعض الدول الإفريقية لها الحظ في امتلاك هذه الموارد من بترول وغاز وتعدين، وذلك أمر جيد لأن البعض الآخر لا يمتلك شيئا. لذلك وجدت أنه من الجيد أن تشارك كل دولة، وأنتم تعلمون أنه عندما نجد البترول في دولة ما هناك جزء من المداخيل يعود للشركات وجزء آخر للدولة. هذا الجزء الخاص بالدولة نأخذ منه 5 سنتيمات أو حتى 10 أو 15 سنتيما من أجل مكافحة وباء يعاني منه حوالي 30% من الأطفال الأفارقة، وهو مرض سوء التغذية المزمن. لقد أقنعتني عندما تحدثت عن ضرورة عالمية التضامن، من المحزن أن لا يتبعك الأشخاص في ذلك. نعم، لكن هناك أسوأ من ذلك، فلا يوجد فقط سياسيون، هناك أيضا الإعلام. فعندما يكون هناك حادث لحافلة في فرنسا كانت تقل أطفالا، فذلك أمر مروع ورهيب طبعا، لأننا سنجد حوالي 30 طفلا سيصابون أو يموتون. الخبر سيتصدر أهم العناوين الرئيسية للأخبار في فرنسا، لكن وفي المقابل يموت طفل كل 3 ثوان، وأركز هنا على كل 3 ثوان، نتيجة لأمراض لا يمكن الوقاية منها أو علاجها.
إنسان غير العالم هو بيل غيتس، هو من بين أكثر الأشخاص تأثيراً وثراءً، هو يدعم ويساند منظمتك. هل تعاملت معه؟ ما هو أفضل درس تعلمته منها؟ لقد دعوته مرة إلى باريس وقال لي أمراً استثنائياً. قال لي: لقد انتظرت 50 عاماً لكي أفهم أن الحياة التي عشتها كانت حياة مثيرة للاهتمام، لأنني وفقت في مايكروسوفت لكن لم أعطي من قبل معنى لحياتي، وأنا أقوم بذلك الآن. لذلك أعتقد أن كل واحد منا سواء كان بدون عمل أو طبيب أو سياسي يحتاج لوقت معين لكي يعطي معنى لحياته. لقد تطرقت إلى السياسة. أتمنى أن تنسى قليلاً أنك كنت سياسياً فرنسياً، لأنك حالياً مهتم أكثر بالتجديد. عندما نرى فرنسا نجد أن هناك حاجة لتحريك الأمور. في رأيك كيف لنا أن نحرك الأمور على المستوى الاقتصادي بهدف البداية من جديد؟ مشكلتنا هو أننا لم نعتمد صحات كثيرة، وذلك نتيجة الخوف طبعا، لأن لدينا نقابات قوية جدا، كما أن الفرنسيين من الأشخاص الذين يشتكون كثيرا بمن فيهم أنا. عندما كنت في الحكومة كان علي أن أكون أكثر شجاعة لأعتمد إصلاحات أكثر شجاعة أيضا، وهذا ما ينقصنا حاليا. لكن أعتقد أن الأشخاص يريدون التحرك حاليا والتغيير، فهم يرون جيدا أن بلدانا كإسبانيا واليونان وإيطاليا، وبعد أن تأثرت كثيرا جرى ما هي في طريقها نحو التعافي. لقد مررتم بعدة مراحل في حياتكم، طبيب أمراض قلب، وزير ناشط. ما يهمنا هو كيف نتخطى هذه المراحل المختلفة، من وزير إلى ناشط مثلا. ما هو الفرق بين الناشط والمناضل والرجل السياسي؟ هو أن الثلاثة يفكرون في ضرورة تغيير العالم. لذلك في السياسة تسعى لتقديم البديل، لأنك لا تستطيع التغيير هكذا. فهناك قوة البرلمان، وفي بعض الأحيان تأتي الانتخابات وتفشل في ذلك، وأحيانا تبذل بعض الجهد من خلال خطاباتك من أجل كسب الأصوات. لذلك تعتقد دائما أنك على خطأ، ولكن ذلك يبقى دائما سعيا لإيجاد الحل الوسط. لكن في المقابل، وحيث أتواجد حاليا، بإمكاني أن أقوم بكل شيء، فباستطاعتي القول يجب اعتماد التمويل المبتكر، يجب أن تأتوا إلى يونيت ايد، يجب أن نتجنب الصراعات والحروب، وذلك بإعطاء القليل والقليل جدا من الحق في الحياة للأكثر فقرا. أنت متحمس مررت بكل هذه المراحل، ما هي المرحلة المقبلة بالنسبة لفيليب دوست بلازي؟ المرحلة المقبلة هي أن نقنع زعماء العالم أنه بإمكاننا أن نعتمد على المساهمات الصغيرة للتضامن، وبالطبع على تذاكر السفر، لكن أيضا على اشتراكات الهاتف، ولما لا مع الخواص. أنا متأكد أن أبل وجوجل وفيسبوك وتويتر، وبما أنهم على المستوى العالمي بإمكانهم أن يعتمدوا المساهمات المصغرة، يجب علينا أن نوقف رأسمالية المضاربة ونعود إلى الرأسمالية الاجتماعية، العودة إلى الإنسان المقدس. فالطفل الذي ولد في باماكو مهم أيضا كالطفل الذي ولد في مستشفى نيكر بباريس اليوم، لكن المجتمع الدولي لا يفكر هكذا. إنه يفكر على أساس أن الطفل الذي ولد في باماكو لا يساوي شيئا بالنسبة لطفل ولد في لندن أو أوسلو أو باريس، فذلك يكون فعلا طفلا مختلفا، وهذا غير صحيح. ويتواصل التحدي. فيليب دوست بلازي، شكرا جزيلا لك على قبولك دعوة البرنامج.